بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي قناة أخبار عاجلة في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مفاجأة صادمة إلى جماهير النادي الأهلي، أعلنت إدارة النادي الأهلي اليوم إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد بذلك غيابه عن باقي منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما تأكدت غيابه عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل، حيث أعلن النادي الأهلي أن الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد جناح النادي الأهلي أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك إثر الاصطدام الذي تعرض له خلال لقاء بيراميدز الماضي مع عبد الله السعيد، ليخرج على إثره اللاعب مصابا ولم يستطيع استكمال المباراة. وجاءت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها كريم فؤاد أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسوف يحتاج اللاعب لفترة علاجية تتراوح من 6 إلى 8 أشهر. وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع اللاعب لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في علاج اللاعب. وبذلك انضم كريم فؤاد إلى زميله أكرم توفيق الذي تعرض هو الآخر قبل أسبوعين لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وأجرى اللاعب مؤخرا جراحة ناجحة في النمسا. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.